كمان يا احمد السويسري ريني فايلر طبعا عقد محاضره نظريه مع اللاعبين قبل طبعا التدريب، واتكلم خلال المحاضره دي عن اهميه المرحله الحاليه دي، وكمان طلب من اللاعبين ان هم بقى خلاص يقفلوا صفحه التتويج بالدوري وان هم يركزوا في اللي باقي من المباريات المحليه علشان يجهزوا الفريق في مشواره الافريقي اللي جاي. وكمان اللاعبين خاضوا تدريبات بدنيه قويه على هامش التمرين الصباحي ده، وطبعا فانكل قاد فقرة التدريبات البدنية اللي شملت الجري حوالين الملعب، فقرات إطالة وتقوية العضلات، وبعض الفقرات الجماعية الأخرى اللي كان مشارك فيها كل اللعيبة. الحقيقة كمان الفريق بالكامل النهاردة أجرى فحص الرابيد تيست بعد ما انتهت التدريبات، والفحص ده شمل طبعا كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وده بيتم وفقا للبروتوكول الطبي اللي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض الماتشات الرسمية. كمان يعني يانكو ميشيل مدرب حراس المرمى خصص تمرين اضافي لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وحرص ان هو على اعداد يعني فقرات فنيه خاصه ومتنوعه للشناوي بشكل منفرد، طبعا بالاضافه لمشاركته في الفقرات التدريبيه لتمرين الحراس كاملا. يعني ثلاثي حراس المرمى الاهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء خاضوا تدريبات قويه على هامش التمرين الجماعي للفريق. حقيقه يمكن ورامي ربيعه كان واحد من نجومنا وضيوفنا اللي مشرفنا في السادسه امبارح، واتكلمت معاه واتكلمنا معاه عن مشوار افريقيا. الحقيقه النهارده كمان رامي كان في جلسه مطوله جمعته مع ريني فايلر، اتكلم معاه بشكل يعني كبير على الفتره اللي جايه، قدم له بعض النصايح وطلب منه ينفذ بعض التوجيهات خلال الماتشات اللي جايه. وان شاء الله رامي طبعا واحد من اهم اعمده الدفاع الاهلاوي مع زمايله ياسر وايمن وطبعا كابتن متولي، ربنا يرجعه لنا ان شاء الله بالسلامه. الحقيقه من اخبارنا المهمه انه الاهلي النهارده استقبل وفد سيمبا التنزاني. اداره النادي الاهلي استقبلت النهارده الصبح بالمقر الرئيسي بالجزيره وفد من نادي سيمبا التنزاني اللي ضم جونداليس الرئيس التنفيذي ومالومو أريك عضو مجلس الإدارة، ودي كانت الحقيقة زيارة رسمية للاستفادة من خبرات الأهلي في كل المجالات الرياضية والتسويقية والإعلانية والإعلامية، وكمان طبعا يعني تعزيزا للدور الإيجابي للأهلي في دعم الأندية الإفريقية الشقيقة. طبعا يعني أكيد رافق الوفد ده خلال جولته حنان إزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي، واصطحبت الوفد أن هو يتفقد طبعا جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي بالإضافة لاستاد التاتش، وكمان صالة الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة. وكمان استكمل الوفد جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر. طبعا كابتن محمود الخطيب كمان رئيس النادي استقبل في نفس الظهر اليوم بمقر نادي في الجزيرة وفد نادي سيمبا التنزاني اللي ضم زي ما صارك لسه بتتكلم باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي ومالومو أريك عضو مجلس الإدارة. وكان حقيقة كابتن محمود الخطيب حريص خلال اللقاء طبعا على الترحيب بالوفد التنزاني والكلام معاهم عن علاقات التاريخية اللي بتربط النادي الأهلي بنادي سيمبا، وأكد في الوقت نفسه على الدور المحوري اللي بيقوم به نادي القرن في التعاون وفي خدمة كل أندية القارة الإفريقية، سواء ده كان بيتم من خلال نقل خبراته أو الكوادر بتاعته اللي بتشتغل في كافة المجالات لمساعدة نادي سيمبا في مشروعاته المستقبلية. كابتن الخطيب كمان قام بإهداء الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا وعضو مجلس إدارته علم وتيشرت النادي الأهلي، وقام الوفد بدوره بإهداء رئيس النادي الأهلي تيشرت نادي سيمبا. الحقيقة كمان رحب كابتن خطيب بدراسة مشروع يتم من خلاله التعاون بين النادي الأهلي وبين نادي سيمبا التنزاني، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة أنه يكون الأمر برعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وده اللي أبدى الحقيقة الوفد التنزاني رغبته في الاستفادة من خبرات النادي الأهلي في مجال التسويق والإدارة والناحية الأكاديمية والإعلامية والتعاقدية، خصوصا بعد ما تم تحويل نادي سيمبا لشركة مساهمة من حوالي 3 سنوات، وتم الاتفاق على أن يقوم نادي سيمبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة بين الناديين خلال الفترة المقبلة عشان يتم دراسته على الوجه الأكمل.
كمان يعني أعربت باربرا غونزاليس الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني عن سعادتها بزيارة مقر نادي الأهلي بالجزيرة النهاردة، وقالت إن هي لحظة تاريخية بالنسبة لها إن هي تكون موجودة داخل نادي القرن. قالت بالتحديد إن زيارة النهاردة كانت رائعة لأن هي يعني حضرت وشافت التاريخ داخل النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية، وقالت طبعا هي بتتطلع لتكرار الموضوع ده والزيارة دي في المستقبل، وقالت كمان إن هما بحثوا مع الكابتن محمود الخطيب سبل التعاون بين نادي سيمبا والنادي الأهلي اللي بيسعوا للاستفادة منه في كل المجالات الحقيقة، وده طبعا لأن النادي الأهلي بيمتلك خبرات واسعة، هو أستاذ القارة زي ما وصفته، وقالت طبعا إن هما بيتطلعوا بدورهم كتلاميذ للتعلم من نادي القرن اللي بيعد كبير إفريقيا وصاحب طبعا السبق دائما في كل المجالات. وقالت كمان أو أبدت كمان باربرا عن سعادتها الكبيرة بلقاء الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي وأبرز أساطير كرة القدم في إفريقيا، وأكدت أن الجلسة كانت مثمرة جدا وشهدت مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بمشروع التعاون المستقبلي بين الناديين، وده طبعا بهدف تحقيق أكبر استفادة من نادي القرن. كمان ذكرت باربرا غونزاليس أن استقبال الأهلي النهاردة كان في منتهى الحفاوة، وأن هي لمست خلال زيارتها تطبيق النادي حرفيا لشعار العائلة الكبيرة، وقدمت طبعا تهنئتها للنادي الأهلي بمناسبة طبعا الفوز بالدوري المصري. أعتقد أنه الأهلي ونجومه الحقيقة على مدار تاريخ كبير جدا كانوا سفير لمصر وللشعب المصري في أرجاء أفريقيا، وكانوا الحقيقة ببطولاتهم وبعلاقاتهم الكبيرة مع كل الأندية الأفريقية كانوا بيمثلوا نموذج، وده يمكن ساهم بشكل كبير جدا في أن نادي الأهلي يكون ليه شعبية كبيرة جدا على مستوى القارة الأفريقية. بعد الفاصل هيكون واحد من نجوم الاي سي ميلان وباريس سان جيرمان وموناكو سابقا ضيف علينا في السادسة من خلال طبعا فيديو كونفرنس ماركو سيموني في السادسة مساء بعد الفاصل.